طب ماشي خلاص خلاص، انا جايه مش هتاخر يعني. ايه كنت تعالي بقول لك ايه، عندي مشوار مهم قوي مش عارفه البس ايه. البسي اي حاجه من الدولاب عندك. والله صدق ماما انا كنت بفكر البس من التلاجة. يو لا، وكان في بقى حته طقم عاجبني في فرن البوتاجاز هيليق مع اليوم، واخر خروجه دي قلت بس هو البانيو اللي هلاقي فيه اللي انا عايزاه. ده حضرتك بقى ما شفتيش الطقم اللي في النيش كمان. ليه 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 ليه؟ خلاص خلاص، ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايه ما كانتش كلمه، ماسوره كلام اتفتحت. ما انا اكيد هلبس من الدولاب يعني يا ماما. انا اقصد اقترحي عليا يعني، قولي لي مثلا طقم معين. والله انت بنت حلال، عارفه امبارح كنت بطبق الدولاب بتاعي بوضبه يعني، شلت لك بقى كام حته على جنب، انما ايه استنى ما اجيبهم لك تقسيهم. وبقول لك ايه، عايزاكي تخشي كده دولابك تشوفي الحاجات اللي ما بقيتيش بتلبسيها، تطلعها لي وتحضرها لي. ها اهو ماما، بصي ده وده، شوفي بقى. ايه ده وماله ده؟ ان شاء الله ما تلبسوش. ليه؟ مش حضرتك قلتي لي؟ ايوه قلت، بس فهميني ما تلبسش ليه يعني، بصراحه مش مريح قوي يعني. خلي لي بقى دول على جنب، اما هما جابلك اللي هتقسيهم. طب ما تخليها لما اجي، طبعا عشان اتاخرت. قيسي بقى وخلصي لي كوبايه الشاي، بردت. وحضرتك بتهزري صح؟ الله هياكل منك حته ده. هو ايه اللي خلاك مخليني اقيسه ده؟ انا مش فاهمه بجد. فيها يا بت مش عاجبك ده؟ يعني شكله اهبل قوي عليا ده. لا انت كده كده هبله من غير حاجه. قيسي بس، قيسي التاني بذمتك. ورينا يا ماما ورينا. ممكن تقولي ايه ده بجد؟ لا ده ما ينفعش ده. شفتي؟ انا بقول مش تخرجي بيه لوحدك ابدا، ده تتعكسي، لازم يكون معاك انا وابوكي. الجمال ده، ده مش عاجبك ده؟ طب بس انزلي بيه، انزلي بيه وكل الناس اللي هتشوفك تسالك جايباه منين ده، عشان تعرفي ان امك بتفهم في اللبس وبتعرف تلبس. اطلع بيه ايه؟ اطلع بيه يا ماما، ده العيال لو شافوه يضحكوا عليا للصبح. ده انا كل ذكرياتي فيه ده. تطول انت تلبسيه؟ يا بنت تلبسيه واصنعي ذكريات. ده انا اول مره ابوكي يشوفني ويعجب بيا كنت لابساه. دي ذكريات حضرتك، اصنع ايه بس؟ اصنع ايه؟ والله انت ما بتشوفيش. يا ماما بقى مش فاهمك انت، شيلي شيلي الحاجات دي، الخروجه كده تكوني عايزه تلبسي فيها حاجه مهمه. ماما معلش، هو في حاجه شايفاه انا مش شايفاه؟ في ايه؟ خدتيني في الكلام، كوبايه الشاي بردت. الو بقول لك احنا خلاص مشينا، خليها مره تانية بقى. ماشي سلام. شفتي يا ماما هم مشيوا، الخروجه اتلغت. هو ده المطلوب، خشي بقى على المواعين. ولا تستنى اجيب لك ترنجات ابوك اللي شايلها لك.